السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المهني من معاهد السياحة والفندقة وبكافة فروعها، المكتب الإداري والحجز وإنتاج الأطعمة وكل الإدارة السياحية، كل الفروع اللي خاصة بالثالث المهني الخاصة بمعاهد السياحة ومعاهد السياحة والفندقة. وصلنا إلى المرحلة الثالثة، هي نفسها السادسة، يعني أكو بعض المدرسين يسموها السادسة وبعضها الثالثة، بس هي الأصح الثالثة. الوحدة الخامسة وصلنا، اليونت 5 ترافل ايجنسي، يعني وكالة السفر. تعريف أو قد يجينا أن ترافل ايجنسي أن ايجنسي ذات ميكس ترافل أرينجمنتس فور باسنجرز أور ترافلز فور ترانسبوريشن هوتلز ترانسبوريشن هوتلز. يعني وكاله تقوم بترتيب السفر للركاب او المسافر لفنادق ناقل. الشيء اللي يهمنا بهذه اذا معانا نحفظهم كمعنى، كمعنى بس، ترافل اجنسي، كيرس لاينز يعني خطوط الرحلات البحريه، ريلويز سكك الحديد، باسنجرز مسافرين او ركاب، ترافل جايد دليل السفر، وايرلاينز اوفيس يعني مكتب الخطوط الجويه اللي خاصه بدني صور عليهن، هاي يسموها كيريوس لاينز، هذه خطوط البحرية وهذه اللي موجودة عليها. عندنا تمرين 5-2 مهم جدا، هذا التمرين اللي هو دائما يجي مالتيز وورد وذ ذير ديفينيشنز، تعاريف منطين اياهن وكيف التجزئة مالتهن. اول واحد هو ريتاير اللي هو يعني بائع بالتجزئة، الاختيار راح يكون دي، الشخص الذي يبيع بيرسن هو سيلز جودز فور جنرال بابليك. ستوكس المخزون، الاختيار راح يكون اف، ستورز اوف جودز افيلبل فور سيل. نمبر 3 ديس اكاونت، يعني ديسكاونت يعني خصم، ديسكاونت خصم، الاختيار راح يكون جي، ان اماونت اوف ماني تيكينج اوف ذا يوجوال كوست اوف سمثينج. نمبر 4 كوميشن، اللي هي كوميشن هنا اللي هي جايه لجنه اتش، خلينا نشوف اتش وينها، ماني بيد، هي ليست كوميشن هنا، عموله، كوميشن ليست لجنه، الكوميشن هنا جايه بمعنى عموله، ماني بيد تو سمبادي فور سيلينج جودز، يعني المال المدفوع لشخص مال يبيع البضاعه. بونسز يعني مكافاه وعلاوه او نشاط ايضا تجي، رقم خلينا نشوفها اي. I think that encourage somebody to do something، يعني شيء يشجع شخص ما. بونس هي عادة هي علاوة أو ترفيعة أو أي شيء يسموه بونس أو حوافز. Incentives يعني حوافز، الاختيار راح يكون B، a payment added to what is usually، شيء يقنع شخص ما. هنا هنا اكو شيء ما عادة يدفع بشيء، يعني مو هذا، الترجمة غير صحيحة، payment added to what is usually، زين يعني ندفع إلى شخص. نكمل أعزائي الطلبة، هنا هذا اللي قلنا، اللي نجي على الكلمة اللي بعدها اللي هو inducement، يعني هنا دافع أو قناعة، دافع او قناعه اللي هي راح يختارها اي. I think that produces somebody to do something، يعني شيء يقنع شيء ما بفعل شيء ما، يعني بعمل ما، شيء شخص يقنع شخصا بانه يعمل شيء ما. انشورنس التامين راح يكون سي، contract made by a company to provide compensation for loss damage active، يعني عقد ابرمته اي شركه لتقديم التعويض عن الخساره والضرر وما الى ذلك. عندنا هنا الاجوبه اذا قلناهن، نمبر 5 اذا بس كمعاني، ترافل فويج رحله، سفر هاي تور يعني الجوله السياحيه. هنا نجي على ذني الاملاءات اللي موجوده في صفحه
خمسة أربعة تمرين، خمسة أربعة هذا من التمارين المهمة. For each blank with correct word, if both word can be used, choose the one that sound more natural in each situation. الكلمات الصحيحة هنا يعني مثلا احنا هنا اول شيء شوفوا الكلمة الاولى there are no seat available for the dates that you requested. نستخدم requested يعني طلبته، لا توجد مقاعد للتاريخ الذي طلبته. record يعني استذكر او يعني ما تجي معناها هذا المفروض. هنا how changeable flexible or changeable are you، الاختيار راح يكون مدى قابليتك للتغيير. هنا المرن فلكسبل والقابل للتغيير، كم كنت على استعداد لتغيير الجدول الزمني الخاص بك، هذا هنا راح نختارها. الثالثه what you be interesting or interested in renting a car or while you are there، هل ستكون مثيرا للاهتمام او مهتم. هنا أنا interesting نستخدم interesting بها اي اجي في استئجار سياره اثناء وجودك هناك، هنا أنا نختار interesting. نجي على الجمله اللي وراها يقول that flight is full، نختار full كامله. complete كمل او كامله، بس ما تجي بالاشياء المقاعد يعني. let's find you seat on the another flight. هنا will you be traveling lonely، نختار lonely مو alone، هاي وحيدا اثنين وحيدا زين، فالاختيار lonely عادة. I booked your flight 1 October 1 first returning or coming، نختار returning on October 50th العودة في يوم 15 أكتوبر. و we can arrange وليس make organize you and ترتب، ترتيب جعل أو تنظيم رحلتك بأكملها. عندنا بالنسبة للتكلم اللي هو speaking يقول travel agency good morning how might I help you customer I need book 3 tickets in economy class for Tokyo on 20th of May. هنا travel agency clerk okay yes here's a flight on ANA from Francisco to Tokyo would you be like the return ticket too customer no just one may how much is the fare it would be 5,570 for the 3 tickets. Are there any other cheaper flight? This is the cheapest. ما أعتقد this هنا. The cheapest for that day. However, if you book for the 1st of June, you will have to pay only $80 for 3 tickets on JAL. هنا أنا أيضا كاستمر I see let me think it over and call you back. العميل جاوب complete the following with the suitable choice، اختر الإجابة الصحيحة. هنا أنا قد يجينا في هذه الصيغة شوفوا June hairs are cheaper و match tickets call، فالاختيار الأول راح يكون help في هذه الصيغة يجي tickets الاختيار الثاني و hairs الثالث و match الرابع و cheaper الخامس و call السادس. عندي بالنسبة إلى القراءة القطعة اللي هي موجودة عندنا قطعة What is the travel agency؟ ما هي وكالة السفر؟ هذه نقول travel agency is the provider retire of public service that provides travel and tourism related service to the public on behalf of civilizers such as airlines كالت رنتال كاريز لاينز هوتيلز ريلويز اند باكج تورز. عندنا السؤال الثاني have you ever been in the travel agency why because I don't have money in the travel agency do
We buy tickets through travel agency only. Yes, I do. The travel agency asks for many civilizers, mention some of them that provide the travels and tourism related service to the public on behalf of civilizers such as airlines, car rental, cars lines, hotels, rewards, and package tours. عندنا does the travel agency make travel arrangements? Yes, it does. هذا بالنسبة للأجوبة. هذا عندنا هنا القطعة اللي هي الترجمة مالتها. هاي القطعة اللي هي travel agency موجودة، وال travel agency is a provider retail or public service that provide travel and tourism related service to the public on behalf of civilizers such as airlines, car rental, cars lines, hotels, railways and package tours. In addition to dealing with the ordinary tourists, most travel agencies have separated department devoted to making travel arrangements for business travels, and some travel agencies specialize in commercial and business travel only. There are also travel agency that serve as generous scale agents for foreign travel companies, allowing them to have offices in countries other than where their headquarters are located. Travel agency main function is to act as an agent selling travel products and service on behalf of the civilizers. Consequently, unlike other retail business that they do not keep stocks in hand, a package holiday or a ticket is not purchased from a supplier unless a customer requested that purchase. The ticket is supplied to the agency at discount. The profit is therefore the difference between the advertised price which the customer pays and the discounted price at which it is supplied to the agent. This is known as the commission. In many countries, all the individuals or companies that sell tickets are required to be licensed as a travel agent. Travel agencies also receive a large variety of bonuses, benefits, and other incentives from travel and tourism related companies as inducements for travel agents to promote their products. Other sources of income may include the sale of insurance, travel guidebook, public transport, timetable, and money exchange. With general public access to the internet, many airlines and other travel companies began to sell directly to passengers. As consequently, airlines no longer need to pay the commissions to travel agents on each ticket. So, in response, travel agencies have developed an internet branches of their own by creating travel websites with detailed information and online booking capabilities. هذا بالنسبة للقطعة، وهاي الترجمة موجودة أسفلها تقدرون تعتمدون عليها. عندنا الأسئلة اللي عليها يقول what does the travel agent do? Travel agency main function is to act as agent selling travel product and service on behalf of civilizers. Consequently, unlike other retail businesses, they don't keep stock in hand. What do we mean by commission? The profit, therefore, the difference between the advertised price which the customer buy and the discounted by price at which it is supplied to the agent. This is known as the commission.
What other things does the travel agency sell other than tickets? There are also travel agencies that serve as general sales agents for foreign travel companies, allowing them to have offices in countries other than where their headquarters are located. Does agency act as an agent for local companies only? No, it doesn't. Isn't necessary for a travel agency to be listed or not? It is necessary. هذا بالنسبة للإجابة على هذه الأسئلة. بالنسبة للجرامر expressing purpose، عندنا expressing purpose. Purpose هو التعبير عن الغرض. عندي أول شيء بالتعبير عن الغرض راح نستخدم استخدام so that و in order that. بالنسبة لتو دائما انتم تشوفون تو معناها لكي، فدي تو دائما يجي وراها فعل مجرد. وايضا كذلك شلون احنا راح نجاوب هنا أنا. شوفوا اكزامبل why did you go to London. فهنا أنا اذا اجيب عندي in order to عندي تو عندي such so that. فسو ذات يجي وراها جملة تامة، بينما هنا لماذا أنت تذهب إلى لندن؟ شنو الغرض من ذهابك إلى لندن؟ I went to London to see my sister، لأرى أختي. ف I went to London to هذه هي جملة الغرض. فيمكن يستخدم لنا to زائد فعل مجرد مثل the policeman were there to control يسيطر the crowd على الازدحام crowd يسيطر على الازدحام. Experiencing process باستخدام so that. So that تختلف. So that تختلف. يعني مثلا شوفوا I have bought a dictionary. So that لازم أجيب وراها جملة تامة. I can learn more. يعني فاعل وكان زائد الفعل مجرد زائد تكملة. يقول we use so that to say one person does something and a result someone else can do. يعني يستطيع أن نستخدم بحيث نقول شيء شخص ما يفعل شيء ونتيجة لذلك يمكن لشخص آخر أن يفعل أو لا يضطر إلى القيام بشيء آخر. شوفوا هنا مثلا we built a pool in the garden، يعني هو بنينا مسبح في الحديقة. So that لكي the children شوف could swim. شو وقت أخلي كان وشو وقت أخلي كود؟ إذا الفعل بالماضي أخلي كود، وإذا الفعل بالمضارع أخلي كان، ودائما يجي وراه فعل مجرد. عندنا التمرين المهم اللي عليه 15 choose the correct expression of purpose either to or so that to for. يعني كيف تستخدم to or تستخدم that. شوفوا الأولى she left work early to be، لازم إذا شفتوا فعل مجرد تخلون to، وإذا ما شفتوا فاعل تخلون so that. To be at home when he arrives. I'll go to university to continue my studies. Studies. We work hard so that he can earn a living. Where you have to wake up early to be on time. Where soldiers risk their lives so that we can live more safely. شوفوا هنا يا أما بالمضارع استخدم كان، وإذا بالماضي استخدم could. عندنا هنا يقول التمرين 5-11 يقول اربط كل من الازواج ب يعني بما موجود عندك باستخدام التعابير التاليه in order to نفس الشيء بس so that تختلف. علي is looking for a part time job. He want to save some buckets money. علي is looking for a part time jobs to save some bucket money. وهنا من نقول in order to save نفس الشيء، بس هنا نقول he can save. ليش؟ لأن الفعل بالمضارع. هنا بالماضي، فبالماضي نقول ندى decided to stay in England for a wait. هنا ليست a wait، أجل أعتقد for a while، يعني ما أتأكد يعني من الكتاب. خلت نكمل هنا for a while وليست وايد، خلط to practice her English. هنا in order to practice، بينما هنا نقول she can practice her English. هنا الجملة الثانية شوفوا ما تعتمدون على الجملة الأولى بالماضي، تعتمدون على الجملة الثانية. الجملة الثانية هي مضارع فاستخدم can. Suzanne exercise regularly.
she doesn't want to get fat. She Susan exercise regularly, not to be get fat. Not to be لأن في فيستخدم not to be أو in order not to get fat. بينما هنا so that she can't get fat. زين. So as to أيضا تعامل معاملة in order to. هاي خلوها ببالكم. يقول نضع الأدوات في بداية الجملة بدون تغيير، نضع الأدوات بالوسط بدل النقطة، نحذف أول كلمة التي هي الفاعل في بداية. إذا كانت أكو بها want نجيب رأسا to، وإذا كانت في حالة وجود عدم وجود الرغبة want to. أيضا هنا إحنا قلناه عندني، يعني أنت لازم مثلا هنا هذا يقصد wanted، شوفوا هاي wanted تنحذف. تنحذف هاي من افعال الرغبه اللي هي وين عندكم يريد، فاحذفها لان ما يصير اجيبها بالسؤال التالي. اذا كان الفعل في الجمله الثانيه يحتوي على ايدي نسوي رجعه، والكان وكود تاخذ الماضي، واذا توتر لازم جورها فعل مجرد. ام بينما اذا نفي نحذفه يصير قلنا يصير not to. So as not to in order not to بس مستثناء so that نقول so cannot أو could not. نجي على الأوبينيونز الآراء. الأوبينيونز عندي in my opinion أو in my view أو speaking for myself I am sure that واحدة من عتين. الاتفاق القبول الشخص agreeing with somebody exactly أو you are absolutely right أو so do I أو neither do I أو I agree. بينما disagreement يعني عدم الموافقة not acceptable على عدم الموافقة على هذا I don't agree with you أو أقول له I'm afraid I must disagree I am not so sure about that. أيضا in my view مثال she didn't be getting married so young يعني من وجهة نظري أنه لا ينبغي لك الزواج ما زلت صغيرا. Yeah, you are absolutely right. هذا الموافق على speaking for myself. If it's very important that twins should stay together, I am not sure about that. هنا مثلا يجي بالترتيب الوزاري but in order مثل opinion birds should in not gauge my gift be. فيقول in my opinion birds should not be kept in cages. وask مثلا المثال الثاني هذا اقول if you ask me difference whether it makes your turn on Saturday or Sunday. وايضا هنا let's go tomorrow I am sure that today will rain. هذا 5-13 تمرين مهم يجي بالوزاري. بينما 5-14 give you opinion about the following situations أنطي رأيك عن المواقف التالية. Applying in the time is very important. In my view, applying in time is very important. Bears should not be kept in cages. In my view, in my opinion, birds should not be kept in cages. Buying a new car is something good. I am sure that buying a new car is something good. Traveling abroad is fantastic. Again, speaking for myself, traveling abroad is fantastic. هاي اختار عدة الأدوات اللي موجودة عندنا بالهذا واستخدمهم للتعبير على الأوبينيون. عندنا بالنسبة إلى 5-15 اللي هو pronunciation التلفظ عد الأصوات صوتي. ج موجود بكل جي حرف جي إذا إجا بعد حرف الإي أو الآي أو الواي. شوفوا مثل charge H والحرف الجي join just jam آية soldier. هاي الكلمة مهمة لأن دي آي هنا تلفظ ج و individual آية دي يو تلفظ ج و usual ما كاتبها يوج لا ذيك إج وليس إج. نجي على ايضا يقول هنا نجد في الحرف جي اذا بعد احرف ذني الاي مثل شوفوا ages wages general ذني لفظ بصوت ج ما عدا لفظ بصوت ج. ايضا نجده بحرف الجي مثل جاك جام جون subject هذا ايضا. حرف الديو مثلا educate هذا ج graduate
هذا جي وانديفيدجوال، ذن الجي الثلاثة وسولجر اللي هي موجود بالاي دي، هذا موجود فيها صوت الجي. حرف الام موجود في كلمة كل ام مثل نيم، اتوم، مون، مور، ماني، انمي، سام، يلفظ في جميع الكلمات. حرف الان مثل مون، نوز، ناين، نيو، نارا، لا يلفظ الان في نهاية الكلمة اذا اجى قبل حرف الام، مثل اتوم اي هنا الان ما يلفظ، وكولوم الام ما يلفظ، وكوندم الان ما يلفظ، ودم الان ما يلفظ، يعني نقول دم ما نقول دم. ايضا عندنا صوت الانك، هذا موجود في الان جي، كل ان جي موجود بها، والان كي بالاخير، ان جي وان كي باستثناء كلمه انكل، هاي حفظوها هي بها صوت الان كل اللي صايره بالنص، مثل وينج، برينج، سينج، انجري، شوفوا هانج ورانج. وايضا نجد في المقطع انج على شرط ان لا ياتي بعد الحرف جي الحروف، اذا تلفظوا اذا جدي يلفظ جي، مثل سينج، سينج، going، think، هنا ink، هاي كله صوت ink. هنا عندي صوت الال، يلفظ حرف الال في بداية ووسط ونهاية الكلمة، موجود الال في كل مكان، learn، last، call، call، fail، always. عدي ذني هذه الال اذا جاء وراء حرف الام، ذني ما يلفظن، ذني كلمات يعني تحفظوهن، طعم وهاف ووك وكل وشد، ذني ما يلفظن حرف الال. حرف الار يلفظ اذا جاء بعد حرف عله مثل ايفري، والواي ايضا يلفظ بعده، برايت، تراي، ورود، ورينج. واذا جاء اي حرف عله بعده اضافه تكون الى الواي، اذا جاء وراء حرف صحيح باستثناء الواي والحروف العله ما يلفظ، مثل بير، جيل، بات، باتر، ونيرلي، واوفا اذا جاء في نهايه الكلمه ايضا، وير اذا اجى في نهايه الكلمه وقبل وورا حرف الاي ما يلفظ، خلوها ببالكم اذا اجى في نهايه الكلمه وراء حرف الاي ما يلفظ. الدبليو اللي هو يلفظ بصوت و، مثل ووتش، ويت، واي، كوين، و، وان. عندكم هاي كلمه وان انتبهوا عليها، وكوين يلفظ فيها الدبليو، ما عداها موجود ايضا في الدبليو. ذني الكلمات اللي هي مثل وات، توايس، بيوير، سويت، وود، وين، ذني اي يلفظ فيهن حرف الدبليو زياده. ونجد في الحرف يو في المقطع هاي مرات كيو، مثل ريكواير، كوايت، ايكوال، كويك، ذني يلفظ ايضا حرف الدبليو، لا يلفظ حرف الدبليو في هذه الكلمات اذا جاء بعد حرف الار، رايت، راب، انسوا هاي ما تلفظ، هاي مشهوره، وهوم ما تلفظ، والو ما تلفظ، وهاو ما تلفظ. هذا صوت الي، صوت الي، هذا مو صوت الجي، انتبهوا، هذا صوت الي موجود في حرف الواي في بداية الكلمة، وأيضا في حرف اليو مثل إذا جاء في هيك كلمة مثل يونت، يو ان اي، مثل يونت، يونيتي، أو هنا يونيون، ويونيفرسيتي، ويونيفرس. وأيضا عندنا في حرف الواي مثل يست، أي حرف الواي في البداية ما منطع عليها، مثل حرف الواي في البدايه، يوجوال، يوجوالي، وهنا يمثل المقطع يو اس يو ايضا، ويوجر زين. هنا عندي شوفوا منطيني امثله، تيوب هنا يلفظ حرف اليو، حرف الي زين، وميك، ووين، حرف الان، وهكذا. يعني حاولوا انه تحافظون على اللي تحفظون اكثر كلمات ممكن، خاصه من الكلمات اللي تعتبر فيها اكثر من احتمال. Dialogue returning a card. Good morning. May I help you? I'd like to return a card. Please. Okay. Full size, mid size, or compact. Mom. Full size, please. What is the rate? $78 a day with unlimited mileage. And I'd like insurance. Just in case. Is there an additional driver? No, no. If you went for carriage insurance, it would be $8 per day. It includes collision damage waiver and personal accident insurance. هذا تجي بهذه الصيغة، الاعتماد الوزاري جينا بهذه الصيغة. We have completed the following with the suitable choice. Rate
78 هيلب اديشنال لايك كومباكت وود بي، والاختيار راح يكون الاول هيلب، ثاني لايك كومباكت رايت 78 اديشنال وود بي. عندنا رايتنج write a paragraph about your last visit your travel agency make. هنا الانشاء، الانشاء اول شيء اكتب فقره في زيارتك الاخيره التي كنت وكاله السفر استفدت من اقتراحات make it arrangement for travel و ask it about time of flight and return و buying tickets و buying travel guide book، وهذا مهم جدا في الامتحان. تكتب وكاله السفر بهذه الصيغه، تقول last summer vacations I visited a travel agency to make arrangement for my flight to Beirut. The agency provided with the tables of all flights and returns during summer's holiday. After choosing the dates for of my flight, I paid him for the tickets and bought a travel guide book and maps of the places of interest. هذا بالنسبة للإنشاء اللي قد يجينا عن الترافل إيجنسي اللي هي وكالة السفر. أول شيء هناك العديد من الملاحظات لازم خليها في بالك، تكتب عنوان إنشاء في الأعلى وسط نقصوا عليه درجتين ديري بالكم. نبدأ السطر الأول من الإنشاء بترك مسافة، وأيضا أول حرف بالكلمة الأولى الجواب يكون حرف كبير، لا نرقم من خلال أرقام. لو جاء منطق السؤال أحد الكلمات الآتية فهو أيضا إنشاء لكنه من خارج مواضيع الكتاب. هذا بالنسبة عندنا بالنسبة إلى ركن السلامة السياحية تورست سيفل كورنر هوتل السلامة الفندق. هنا المعاني نحاول أن نحفظ أكثر معاني. Don't wear expensive jewels or avoid display و wear valuables. النقطة الثانية يعني النقطة الثالثة if be feeling particularly philanthropic where you many folks somewhere other than around you waste tips now all about money belt too or consider carrying dummy or wallet holding a small amount of cash if you directly contract by major you can hand over dummy wallet and avoid further distress. هذا بالنسبة للركن السلام السياحية قد يعني يجي من عندكم. هذا بالنسبة لكل ما موجود في الوحدة الخامسة، واحنا مستمرين وياكم لغاية يوم الامتحان، وعندنا إعادة ثانية لكل الملخصات والأسئلة الوزارية.